طيب معانا على تليفون الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة. هل الإجراءات الموجودة حاليا كافية لحماية الأطباء بتوعنا، ولا محتاجين نحميهم بطريقة أكبر من كده؟ أولا تحياتي لحضرتك فندم أهلا والسادة بحضرتك. المشاهدين. طبعا مسلسل الاعتداء على الأطباء ده مسلسل يعني يجب أن ينتهي، ومستمر للأسف الشديد. ده بيؤدي إلى نتائج سيئة جدا، أهمها طبعا هروب الأطباء من العمل في مصر ونزوحهم إلى بلاد أخرى، وإحنا عندنا عجز حقيقي في الأطباء، فدي مشكلة لازم تتحل. وأنا أن سبق تقدمت قبل كده بمشروع قانون بتغليظ العقوبة على الاعتداء على المنشآت هي الطبية. العقوبة دلوقتي ايه؟ العقوبة هي عقوبة اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله ولو ثبت ذلك، لأن للأسف الشديد سرعان ما بيتوجه المعتدي لقسم الشرطة ويقدم هو الآخر بلاغ إن هي تقلب خناقة، ما بقتش اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله للأسف الشديد. ولذلك يجب أن يكون هناك حاجة رادعة، عقوبة رادعة، لأن العقوبة لا تتعدى 3 شهور للأسف الشديد، ده إذا وغرامة. إحنا مرينا بسلسلة من الاعتداءات، منها تدمير عناية مركزة بالكامل في معهد القلب. مين يتحمل ذلك؟ ما هو قوت الشعب المصري. لكن للأسف الشديد العقوبة ليست رادعة، والقانون في هذه الحالة عاجز أمام مشكلة. فإحنا أنا تقدمت بمشروع قانون وصلت تغليظ حضرتك العقوبة. لإيه فيه في المشروع ده؟ هو الحقيقة اتناقش في اللجنة التشريعية، لكن ظهر قانون المسؤولية الطبية التي تقدمت به الحكومة، وفيه مادة فيها تغليظ عقوبة على الاعتداء على المنشآت الطبية، فأرجئ القانونين مع بعض، قانون المسؤولية الطبية اللي احنا برضو بنطالب بيه، لأن ده مهم لحق المريض وحق الطبيب كمسؤولية طبية. لكن خلينا في الحادثة دي، للأسف الشديد المادة 262 بتغلظ العقوبة على الاعتداء على العاملين في النقل والمواصلات، وسواء المتنقلة أو الثابتة أو حتى في المحطات. فأولى الحقيقة إن احنا نحمي أطبائنا والعاملين في المنشآت الطبية، لأنه بيعملوا عمل نبيل، بيبقى تحت ضغط، بيبقى تحت مشكلة كبيرة. أنا طبعاً يعني بأهيب بالسيد وزير الصحة كمان يهتم بموضوع الكاميرات في الاستقبال والعيادات الخارجية بصفة خاصة، عشان نقدر نسجل هذه الوقائع. لكن تاني برجع أقول لحضرتك، هذه الظاهرة غير مقبولة، محتاجة طبعاً تغليظ عقوبة، ومحتاجة وعي مجتمعي الحقيقة، لازم يعرفوا إن هذا الطبيب يعمل لمصلحتهم، بيبذل خسارة جهده إن هو ينقذ المريض، مش هيقله جهدا ان هو ينقذ حياه المريض. للاسف الشديد هذا الوعي منتقص هذه الايام. اشكرك دكتور ايمن ابو العلا، وكيل لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب. طيب